يقول: كيف الرد على المشركين الذين يقولون إن السجود لغير الله لا يكون دائما حراما أو شركا، مستدلين بقصة يوسف وسجود أبويه له؟ لا إله إلا الله. سجود التحية يا أخي ما هو بعبادة، هذاك سجود تحية، وكان جائزا في الأمم السابقة، الملائكة سجدت لآدم، ما هو بسجود عبادة لكنه سجود تحية، وكان هذا جائزا ثم نسخ في الإسلام. لا يجوز السجود لأحد من باب التحية ولا الركوع له، هذا منسوخ. نعم.